كنبغيو نترجموا الخطب الملكيه والتعاليم اللي ربونا والدينا واللي رب قرونا الاساتذه كيمكن لا يكون كذاب. من صنع جو العنف في الادارات المغربيه؟ واش تبارك على الجنسيه الفرنسيه ولادك في فرنسا والثروات في فرنسا وتجي تضحك على البداوي راه فرنسا الا فرنسا باش انا نسكت باش ما نهضرلكش على المعتقلين دوزوا حبيس على خاطرهم باش هذاك المعيشه ما هضرش عليها هذا هو المخطط. احنا دابا كنخلعوا علاش بقاو يصوروا باش الفساد ما يكثرش لان كيخلق البلبله والحرب والفساد علاش نحاربوا فضيحي الفساد. خوتي المغاربه مرحبا بكم. المشهد الاول شفتوه البارح وكاين مشاهد اخرى. البارح في المكتبه الوطنيه قلنا كيفاش تم تعنيف واحد السيده في شهرها السابع حامل. المشهد الثاني اليوم ها انتم غيبان لكم رجل اعمال يقول بانه عنف من طرف والدي الفاس. رجل اعمال سمعوا خوتي على التصريحات ديالو في غايه الخطوره. زيني كاباسيو تيلي رئيس المجلس الجهوي للسياحه ثاني عمده المكلف بالاستثمارات فن الجهه ككل ربوني قتلوني حيت الوالد دار اللائحه قال لهم الخبر بوحدو عاد ما يدخلش حيت تنهضر معكم انا جورناليست حيت فواحد لافي 80,000 ماشي 8,000 وفي ليفي الاخرين 60,000 هادي 800,000 مليون حيت تنهضر على حق البنات هاد الوالد راه منين حيت تنهضر على الحق الباحث في الاجتماع ديال ماريوت مع مدهيف هدرت على الحق وتاع الاستثمار وتاع المشاكل القائد باشا راه بيني البوليس حيدو ما قدرش ندخل الله فيه واخا كان جيت فيه ان لون دروا بيبليك باش نشرب قهوه ولا اتاي باش نحضر الاجتماع علاش ما قدرش ندخل لان خايف عاود نشوه بيه ونقول المشاكل الدفاف وراني غادي نطلق قنبله وغادي نقول الحقائق وعندي الحجج الحمد لله انا مليح انا رجل متواضع كريم كريم معروف داخل المغرب خجل ولكن الابتزاز لا الابتزاز لا والحكومه فيه والسيد القايد الباشا مضغوط عليهم تيطبقوا القوانين ماشي القوانين تيطبقوا التعليمات المغلوطه لا ديمقراطية لا شفافية الله هذا منكار. دابا خوتي المغاربة هذا السيد ها هو مقاول مستثمر ومؤخرا الملك محمد السادس دق ناقوس خطر تجاه الاستثمار ودعا يعني الحكومة أن تولي عناية الاستثمار. هذا مستثمر عنده فنادق هذا رجل أعمال شهير واستقلالي معروف وحزبه في الحكومة كيقول لك تعدى عليه الوالي خرجوا الوالي وما ادراك ما الوالي. خوتي المغاربه دابا غير هذا وغندوز للبوليسيه. قال لك اولا عوقبت لانني هضرت مع الصحافه تحدثت مع الصحافه جريمه وفق روايه هذا السيد تحدثت وقال لك مع امام واحد السيده بحضور الوالي يعني كان تلاقاك الوالي البارح قال لك وفضحته منين فضحوا اذا حلف عليه ما بقاش يتلاقاه. النقطة الثالثة مهمة قال لك غادي نطلق قنبلة، إذا ها هو يبلغ عن جريمة والنيابة العامة تتحرك بوشاية، غيطلق قنبلة. الرابعة قال لك عندي حجج، كيهضرش بفراغ، عندي أدلة وهذا كيهضر مع والي وكيعرف ما معنى والي ومكانة الوالي ونفوذ الوالي والموقع الدستوري للوالي، ما يلعبش معاه وعنده مصالح وهذا رجل الأعمال. نقطة أخرى قال لك تعرضت لابتزاز، يعني الناس بغوا الرشوة، ها هو يبلغ عن كيبلغ على جريمة. ها هي بداية حجة. الابتزاز تعرضت للابتزاز. والنقطة السادسة قال لا يطبقون الناس ما كيطبقوش تعليمات الباشا والقياد وهلم جرى. بالله عليكم اخوتي المغاربة كيفاش غنواجهوا فرنسا حيت انا كنت باغي نبدا هذه الحلقة بواحد المكالمة جاوني اليوم في هذا الصباح وكلهم تمركزوا على واحد السؤال مهم احميد علاش الوقت ديال هذا الشيء ماشي الوقت ديال هذا الشيء في فرنسا وهذا وقت ديال الحرب مع فرنسا غنجاوبكم مزيان. الأولى دابا هذا مستثمر مغربي لا بغيتي تواجه فرنسا باش كتواجهها بالفم ولا بالدراع؟ كتواجهها بالدراع وتا بالفم ولكن الدراع اللي دراعه خاوي فمه خاوي. ما معنى كتواجهها بالاقتصاد القوي؟ فرنسا كتواجهها بالسلاح القوي. فرنسا كتواجهها ما عندكش البيطال ما عندكش المستشفيات كتكون في غنى على سوقها في غنى على سلعتها في غنى على المساعدات ديالها. فرنسا كتواجهها ملي ما كيكونش عندك نص ديال الحكومه عندهم جنسيات فرنسيه نص الوزراء المغرب فرنسا ما عندهاش وزراء هذه اللي كضرهم من عندي باش كيتعصبوا عليا ما تيبغوش الحق. انا كبرت وكما كبروا المغاربه وسط والدينا تيقولوا لنا الصدق والمعقول
بناء على قال الله وقال الرسول. كنمشيو للمدرسه كنتلقاو مقررات تعليميه فيها كون صادق وكون معقول، تنسمعوا للمالك كيقول لك خصك تكون مواطن وقل الحق ولو كانت قاسيه. كنبغيو نترجموا الخطاب الملكيه والتعاليم اللي ربونا والدينا واللي رب قراونا الاساتذه، كيمكن لا يكون كذاب. واخا الواقع الحقوقي خايب قول زوين نحن في صراع مع فرنسا، سكتوا عداك. الواقع شيء والتعليم شيء، كنعيشوا انفصام في الشخص، العذاب الاليم. باغي نكون غير مواطن، باغي غير نطبق شويه من الدين. بشار كيضعف امام الدنيا، كيضعف وكيقنع راسو انه كيامن. خطار في المغرب، المغاربه خطار بعضهم. تدير حتى حاجه العيب، تتقدم البيعه وكتمثل وكترجم البيعه وكتعربن على بيعتك وعلى ولائك للملك وعلى ولائك للمؤسسات وعلى ولائك للوطن وبلادك، وكتعبر وتبدي ملاحظه صغيره تجاه السي الحموشي. مع كل احترام ليه، ربما يكون عاد وكل، انا ما عارفش، انا ما نتهموش. شحال مره قلت السي الحموشي احترمك، قلتها بالعلال، وكلفني ذلك هجوما من طرف عدد من القنوات برا، يا العياشيه ماشي شغلي، سبوني يا كاع عباد الله، لا ماشي شغلي. عبرت على احترامي وكنحترم وكنناقش مؤسسه الامن دائما كنسمعوا تبدي ملاحظه صغيره تجاه، يعني بسيطه. غير قلت البارح فكره، ما حموشي غير تلقى واحد حموشي يا عباد الله مواطن مغربي مسؤول يستحق الاحترام، ولكن هو ليس بمعصوم. انا صحفي، هو الحموشي اللي شافني في الطريق اش كيدير لي البوليس، ارى الورق تطبق معايا القانون عادي، ما كنتقلقش منه حيت انا خالفت. وانا عاوتاني شفت واحد الملاحظه، ماشي كنقول هو الدعايه اللي كدار، علاش الحموشي استقبلها هو؟ قلت له راه عادي استقبلها عباد الله فلان ولا فلان. انا نبغي الصحافه شنو نلقى؟ والله اخوتي ما ضد الحموشي ولا ضد شي واحد، كنضرب بمنتهى المسؤوليه. انا فوقاش نفرح؟ ملي نشوف الصحافه كتفرح وكتزغرت باستقبال رئيس حكومه المغربي لرئيس الحكومه الامريكيه، رئيس الحكومه الفرنسيه، رئيس الحكومه البرازيليه، رئيس حكومه. انا ملي نشوف وهبي وزير العدل محيح في الصور وفي الصفحات، انا ملي نشوف، طبعا هما ما يستحقوش دابا، ولكن نقول لكم كنتمناك وكانوا المغاربه يشيدون برؤساء الحكومه، حيت الحل ديال المشاكل المغاربه سياسي ماشي امني. انا الامني يلعب دور مهم جدا، ولكن ملي كنشوف انا السياسه الامني يغطي المساحه ديال السياسي كنخاف. ماشي تنقيص من الامني، كنخاف، لان اللي كنامن بالسياسي اللي خصو يكون محيح في الصفحات الاولى، هو اللي يقول عليه ايادي بيضاء وكيدير وكيدير وكيدير. لا، يوم الاشاده بالسي الحموشي ماشي ضده، فهموا الهضره ماشي ضده، ولكن هذا جو تيخلع وكاع الوسخ عند البرلماني والحزبي والحكومي. قل ما تشاء في الحكومه المغربيه، قل ما تشاء في البرلمان المغربي يمينا وشمالا، سبه هجمه يهضر معك حد، تبدي ملاحظه غير ملاحظه في الجهاز الامني ولا في، ما نعرفش شنو كيوقع للناس. علاش اخوتي عندنا قلنا صدر بحال هكا؟ علاش شنو المشكله؟ علاش؟ انتم كتسمعوا دابا، يلاه انتم شوفوا وصلنا، ها هو مستثمر كيبكي. انا مضحي لاجل فاس، مضحي لاجل البلاد، انا ما عطاش على هاد السياسه، انا ما عطاش على هاد السياسه، انا ما عطاش. واش هذا المشهد هذا مستثمر كيبكي دابا ما يضحكوش على العالم؟ قولوا لي يا خوتي باش نواجهوا فرنسا؟ باش تواجه؟ باش راه كاين المنطق، كاين المنطق في الحياه، كاين الصراع. ما بغيتش نجبد لكم واحد الصوره كنتفكر شي واحد كيتصارع مع شي واحد على شي ارض، الاخر عنده سياره ديال التوارك ما كيعرف لا المازوط دير 4 دريال ولا 1000 فرانك، كيف يفيق الصباح وغادي للمحكمه يدعى معاك؟ انت كدعى معاه على صندوق دلوقيت ساكن فيه، انت الصباح باش تركب من سيدي قاسم خاصك 10 درهم ديال الطاكسي، ما عندكش كتقلب تفارض فيها في ذاك الصباح مثلا، شحال تغلب؟ هي غتنافس على بلادك واللي اقسم الله، ولكن راه النتيجه محكومه سلافه. الاخر عنده المازوت توارك داخل، جيب فلان وكل هذا الكفته، جيب الخبير، كيبان لك راه الخبير جا وجالس مع مول الكفته ومعاهم كاتب، وتصير عند رئيس كاداستر واللي بغيتي. راه المنطق الحياه غريب، باش غتصارع؟ باش غتصارع؟ باش بالفم ايام مزيان، ولكن باش حنا ملي كنقولوا صارعوا تنقويوا عباد الله. الناس ما بغاوش هذا النقاش، الناس بغاونا نبقاو عايشين في الوهم. انا غنجيكم الوهم فين كيتجلى، ولكن دابا سمعتوني هذا شنو قال. ندوزوا دابا للبوليسيه، اش قلنا البارح؟ هذه بزاف دابا مشاهد العنف اللي تفشى في الاداره المغربيه، المكتبه الوطنيه بجلال قدرها اللي كانت يعني نبراس واللي كانت معلمه واللي واحد التراث ديالنا وطني، المكتبه الوطنيه يا حسرة على المكتبه كيفاش كانت، كيفاش كيقراو، كيفاش كان، قسما بالله العلي العظيم الا تالمت الصباح جاوني اتصالات هاتفيه من موظفات من المكتبه الوطنيه، استاذ المهدام نحن اكثر منك مدمرين على ما آلت اليه اوضاع هذه المكتبه، وراه ماشي غانتا، نحن نعنف رمزيا كموظفات ويعنف المرتفقات والمرتفقون، يا حسرة كيبكي وقال لك ولكن لن نتخلى على مكتبنا، سنستعيدها بنضالاتنا قسما ورب العزه. كنقول لكم هادشي، علاش الاداره المغربيه ولات بحال هكا؟ علاش بالعنف؟
هذا الوالي كيبكي، هذه المكتبه الوطنيه كتبكي، مشي للمستشفى كتبكي. من صنع جو العنف في الادارات المغربيه؟ شكون، شنو هي الظروف اللي ساهمت في صناعه العنف؟ دابا هذا البوليس، انا ما غنمشيش للبوليسيه ولا ضربت وجهها باش ما نحيت حيت 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 بعض المره بلا ما كيتنيرفا سيرتو ملي كت سبقني شرقتها، ما تقولش كنتناقض مع راسي. ملي كانت مرت ميلود الميلودي يعني اعتدت على حساب روايه القضاء، اعتدت على البوليس، كانت مسكينه كدافع على كبده وليدها، وانا ديك اللحظه درت حلقه وجهت انظار القضاء وهو ينظر في ملفها ياخذ بعين الاعتبار العاطفه الامومه، الانسان تيكون قدام ولو شويه العقل كينقص، فيكون القضاء رحيم عطاها 9 اشهر من بعد من دلدي. على اي عطاها القضاء داك ما عطاه وخرجت. دابا هاد البوليسيه كتقول بان ولدها اعتدى عليه شي استاذ، دخلت المدرسه حي حاجه مزيان، حي حاجه فوكينا فيديو كتشير بصباطها كتسب الدين كتحيح. حشومة عليك. ماشي ضربتني. واش معك انت؟ لا، مع الاستاذ ديال شنينو. شنو درنا لك الشريفة؟ علاش تضربينا؟ علاش؟ ماشي حشومة. واش درنا لك حنايا؟ اي تبتي وصايب، تبتي وصايب، تبتي وصايب اشريفة، تبتي وصايب، راكي في مؤسسة ودايرة الفوضى، تبتي وصايب. مقبول ما مقبولش، انا غنحترم راسي وحتى وجهها غنضربوا ليها. انا فين عندي المشكل في هذا النقاش البوليسي؟ هو كيفاش مشات الامور؟ تلاقاو الناس والبوليسيه محيحه وتسب وهاجم على حرم تعليمي وعلى فضاء تربوي بحضور تلام، الكاميرات شاعله شاعله فيها وهي كتسب وكتضرب. فتصور هذيك وما كانتش الكاميرا، وتصور هذيك وكانت مخفر ومعزوله بك، كنبقى نفكر بهذه الطريقه. ولكن حيت حنا باش ما نبانوش ظلامه، اي بشر كيتعصب سيرتو ولدو، حنا غنقدر ندخل الاداري وقع عندنا مشاكل، باش ما نعطيوش الدروس. انا عندي المشكل فين كاين خطوره هذه الواقعه؟ هو فين مشات الامور؟ ولا ذاك الاستاذ ماشي اللي معاه المشكل، واحد الاستاذ مسكين وثق الفعل الجرمي، هو اللي قال لك غيتابع والحيحانه يضع عليه. يا سلام، قال لك فرق الامن وفرق التفتيشيات كل شيء غيخرجوها من ذاك السيد. وشكون اللي هو ماشي كيقول لك ماشي هو اللي نشر، شي مسؤول طيب، واش المدير، واش رئيس حارس عام، واش الله اعلم، ولا شي مسؤول كبر منهم. قال لك ذاك الفيديو بقى كيتسيركيلا في الواتساب. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا انا كنوثق جريمه. دابا انا جالس في واحد القهوه، القهوه فضاء عام ولا لا فضاء عام؟ لاحظوا عيشوا معايا هذا المشهد. جالس هكا كانت قهوه، واحد جوج جالسين قدامي كيتقهوا، ما عنديش حق نصورهم انا، اش غنصورهم؟ هذيك حياه خاصه، الناس جالسين ما عندكش الحق تصورهم. تخيلوا معايا واحد خشى يدو وانا شفتو جبد جنويه، او لا مثلا انا شفت هذاك السيد اللي مقهوي دار يدو هاه، وديك القهوه ما فيهاش كاميرا، وخشى يدو مع حدا لاكيس ودار واحد 500 درهم هكا وسرقها مثلا. عطيتكم مع امثله، كنحاول نبدع باش فهموني. دار هكا ودار وانا شفت هذاك، شديت التليفون ديالي، انا ماشي صحفي، عام مواطن، وثق ديك اللحظه اللي السيد كيخشى يدو في لاكيس. هذاك اللي سرق ناض مع زربه، جا الاخر من القهوه لاكيس فين 500 درهم القهوه؟ قال له اعطيني خمس، انت اللي كنتي جالس هنا. انا عندي الفيديو غنقد صورو غنعطي حقيقه. لا خويا ماشي هذا اللي سرقها، اللي سرق لك ومشيت جبت الجاني، اذا برأت نقدت روح، نقدت واحد السيد من العقاب مجاني وما ساهمتش في افلات جاني من العقاب. دابا انت غادي تقول لي صورتي، انا ما صورتش طفرتيه، يلا راه الجاني هارب لك. راه هذه شكون مبدع هذه الفلسفه؟ شكون مبدع هذه؟ شكون؟ انا بغيت بابا ملي كنصور واحد الراجل حاميميته ظلم اعتداء، انا كنصور لك فعل جرمي، السيده كتضرب بالصباط، شنو بغيتي ندير لها؟ انت بوليسي غتجي عندك دي معمري سبيت، مشيت قلت لهم السلام عليكم، السلام، ولدي كيقرا عندكم، اي تا وحده شدتني معلمه منها واستاذه شدتني منها، والبوليسيه وحيت ان مخافر وحيت ان محاضر الشرطه يثقوا بها الى ان يثبت العكس. واش كتعرفوا محاضر الشرطه يثقوا بها في الجناح؟ وان مخافر محاضر الجنايات السيناس. ودابا شوفوا القانون اش كيقول، الشرطيه الى جات دارتك محضر يثق بمضمونها وتسير تبتلها انت العكس. ايوا انا جبت فيديو وثقت، واش انا غدخلت لقيت واحد البوليسيه جالسه في قاعه ودرت التليفون تشق تشق ظالم؟ انا راه الفعل الجرمي هو اللي سابق على التصوير، اذا انا صورت باش نعاون العداله كي اساعد العداله في تنويرها.
واش المسؤوليه على ملي كتوقع البوليسيه اذا كانت دايره ديك الحيحه واحدثت الفوضى؟ وبدرجه ثانيه الذي روج للشريط شكون اللي نشره؟ اما المصور لا جناح عليه. عطيكم واقعه رائعه وكتحل هذا اللوز. في الدار البيضاء بوليسي قتل بنت ولد في الشارع العام. شنو الروايه اللي خرج هو؟ قال لك اسيدي كنت في حاله دفاع شرعي. الاداره العامه للامن الوطني في الرباط تبنات روايه البوليسي وقالت راه في حاله دفاع شرعي تضمص الملف. من بعد يخرج فيديو تيقول لا كيصور ماذا وقع من احداث الفيديو دار بوم في الفيسبوك. خرج بلاغ اخر. دابا تصور واش غنمشيو نقولوا داك السيد علاش صورتي؟ تصوركم ما صورش سيفلت الجاني من العقاب. وديك الروح دوك الجوج غيضيعوا في الحياه. دابا اي فلسفه دابا كيلقى واش غن احنا دابا كنخلعوا ولا تبقاو شي يصوروا باش الفساد ما يكثرش لانه كيخلق البلبله. ونحاربوا الفساد، علاش نحاربوا فضيحي الفساد؟ علاش نحاربوا فضيحي الفساد؟ انا بغيت نفهمها. كيفاش كنتصالحوا مع هذا التشريع؟ علاش شكون مول هذا التشريع؟ شكون مول هذه الفهمات؟ كيفاش كشعب تنقولوا غنحاربوا الفساد وغنطوروا التنميه وطرح الاوراش كبرى؟ واهم واجهه لفضح الفساد اللي هو علاش المواطن ما يصوروش؟ اللي لقى شي حاجه يصورها تكون قاعده قانونيه. خص قاعده قانونيه، كل اللي شاف شي حاجه يصور. شنو غيصور؟ ما تصورش حياه الناس غادي والسيد ومرته الثمن الله نصوروا ولا جالس كيشرب قهوه ولا بلا ملابس ولكن ملي فوق شنو كتصور؟ كل ما يبدو مخالفا للقواعد العامه ومخالف للقانون ويضرب الوطن، حيت حنا ملزمين استنادا للدين الاسلامي، ومن راى منكرا فليغيره. وش هو التغيير؟ بيده بلسانه بقلبه وذلك اضعف الايمان. اذا الاسلام يحثنا على مواجهه المخالفات. عندنا حديث، عندنا القران، عندنا كذلك الجرائم، التبليغ عن الجرائم في القانون الجنائي. باش نبلغك انا ما عنديش وسائل اثبات ولا ما عنديش الفيديو، مشي تشدني تقول لي التبليغ عن جريمه خيالي على معنى الحجه، ولا تقول لي الوشايه الكاذبه، ولا جبت لك فيديو. وعندنا الملك تيقول كل مواطن وكل مواطن ويدعونا الى المواطن. فين المواطنه اللي ما شفتش الفساد؟ وكيدير المواطنه بلا توثيق؟ وعلاش دابا هادشي؟ باش الناس يخافوا اللي شاف شي حاجه ما يبقاش يصورها ولا؟ وراه ملي كيحس البوليسي انه كيتصور في الطريق ما كيقدرش يشد رشوه. الجدارمي ملي كيحس، علاه الرشوه اللي كانت بكري شكون قسم منها؟ نقسم منها التصوير، الفيديوهات اللي خرجوا على الجندارم والبوليس تما قصد الرشوه. شكون قسم الفساد في السجون المغربيه؟ شنو هو؟ هو ذاك الكاميرات اللي داروا في السجون والمنسقين في الحبس. نقص شويه ما تقطعش باقي، ولكن ما بقاش بحده اللي كان شحال هذه. راه كان بالعلة اللي شحال هذه يعطي الرشوه كيشدها بالقصبه. راه ملي كتكون البروجيكتورات والتصوير والصحافه كينقص الفساد. علاش الفساد انتعش في المغرب مؤخرا؟ بهاد المحاصره ديال التصوير وديال التقرير وديال الخلعه وديال الاحكام، ما فيها عيب يصوروا؟ فين كاين الخلل؟ اين هو المشكله؟ فين كاين المشكل؟ علاش اخوتي المغاربه انا بديت بهذا الشيء باش انا باغي نبدا بهاد الخوت اللي اتصلوا بيا اليوم، ها كل واحد كيقول حميد ماشي وقت فراغ. ها انتم اخوتي المغاربه، ها انتم، ها الواقع، راه شي مترابط بشي. حيت الا بقينا مقابلين لفرنسا، وفرنسا راه تقابلها الدوله، الجزائر راه مقابلها الجيش، قاد الجيش المغربي بالجزائر والمخابرات المغربيه، وقسما بالله اخوتي يا ريت تاخذوا مني هذه المعلومه. شتي الشيء اللي واقع راه واحد اللعبه، راه جيت التاريخ يكشف واحد النهار، عرفتي راه حنا عايشين وسط واحد المناورات ويشارك فيها عدد من عباد الله. راه الجيش قاد بالجزائر، واش الجزائر صحاب ليكم هنايا مصارع فرنسا وبريطانيا زعما اللعب ولا؟ عاد تعالوا وهجم علينا ولا؟ دابا انا كنتألم ملي كنشوف شي واحد داير صفحه عنده طلواد لي زابوني وكيدافع على المغرب بصفحه فيها جوج الناس وكيسب وطن وصاحبو زعما واقف مع البلاد. هو ما واقفش مع البلاد، هو كياخذ الخطاب القومي والصحراء. وفرنسا كيغمر به لي زابوني بزاف، الناس مساكن معاه شعبويين وعلى قدهم كيتعمروا، ملي كيتشرجوا مزيان من بعد كيولي عنده وظيفه اخرى يدور على الصحاب اللي كيهضروا على الفساد، حتى كيجمع حتى كيقول في الصفحه هذا راه ضد الوطن، هذا خائن الوطن، هذا هو المخطط، هذا هو المخطط. دابا فرنسا ناقشوا بشكل مسؤول، مداوي ماشي وقت ديال هضره فرنسا. شنو هو الوقت؟ علاش ما كاينش وقت فرنسا؟ علاش ما هضرت مع فرنسا؟ علاش ما ناقش فرنسا؟ مجرمه نقولها اكثر منك. انا اطالب حميد المهداوي، يلا شوفوا انا هذا الانسان كنطالب البرلمان المغربي يفتح ملفات جرائم فرنسا خلال الفتره الاستعماريه، وملفات ديال الغازات السامه في الريف اللي شارك مع اسبانيا. يلا وهذا هو، الا كانت فرنسا عدوه ودايره لنا التبلبيل اخويا غنفتحوا، عندنا ورقه واعره هي متورطه وعندنا ميتويت تورطه. واش نتوما كبرلمان مغربي ولا كحكومه تقدروا تفتحوا هذا الملف مع فرنسا كما فتحته فرنسا مع تركيا؟ عقلت اعتبرت الارمن، ما وقع الارمن اباده، ما وقع
الأرمن اعتبرته إبادة. شنو بان لكم دابا نفتحوا هذا النقاش هذا؟ وهذا هو المنطق. واش حنا في حرب عسكرية باش تقول لي ما تهضرش؟ واش حنا في حرب عسكرية؟ واش نبدي غير ملاحظات في المدير العام نقول مثلا أنا نبغي نشوف رئيس الحكومة، أنا نبغي نشوف السياسي محيح؟ راه ماشي عيب، راه ماشي تنقيص، راه ماشي تمخيص. أنا راه كنخاف ملي كنشوف رجل الأمن هو اللي كيبان في الساحات وفي الصفحات. علاش؟ كنقول ناري السياسي بقى كيدير، حيت السياسي هو اللي عنده الإجابات. راه ملي ما كنبقاش نشوف السياسي والله حتى كنخاف على المغرب، كتجي الخلعة. إلا خرج لك الأمني في الساحة صافي، الصحافي خصو يرجع للور، الفاعل كلشي تيرجع للور. ماشي معناه الأمني ما يبانش، ولكن لا واش السياسي ضعيف؟ أنا ما نقدرش. واش الأمني ضعف السياسي؟ هذا ماشي نقاشي. ولكن أنا أمام صحافي كرسل، أنا دولة عندي أوراش، ما يمكن هاد الأوراش يديروا غير السياسيين. ولكن مؤخرا توارت صورة السياسي، السياسي كيبان لي غير من تحتها شفوار كيدير كيسرق، هكا كتقول لي الصحافة المغربية، وكتقول لي الأمني بوحدو اللي نظيف. هاد الصورة ما تعجبنيش، غتخلعني غتخلعني. كنناقش من هاد الزاوية، إذا كيفاش أنا ما نناقش، ما نهضرش، نطرح أسئلة. اللي أساسي الحكم بيناتنا هو الاحترام، عدم الافتراق. يا شحال مرة كنقولوا الحموشي كنحترموه. دابا أنا واحد القضية دابا غتجبدوني ليها، شحال من مرة دابا اخوتي المغاربه، دابا نهضر مع الاذكياء، المعارك اللي كياخذ هذا الانسان اللي قبالتكم لفائده الوطن ماشي كنمن. دابا واش الدوله المغربيه توقف على المداوله؟ دابا الملكيه شرعيه زعما انا قلت انا كندافع على الملك زعما شنو زعما شنو ندير الملك؟ واش انا اللي موقف الملكيه ولا؟ الملكيه راه قبل مني وغدا، وكنقولها بمنتهى المسؤوليه والتواضع ولا الصحراء. ولكن كندخل هذا النقاش ملي كنلقى البعض كيبغي يصطاد في الماء العكر. كنبغي نذكر حدود عامة، انا ما كنقول انا مع انا مجرد صحفي على قد الحال. الدوله راه عندها جوادها وعندها مؤسساتها وعندها وقادره وراها واحد الفكره ونكمل. المداوية كما تسخن بالجمهور اللي عندك وتطبلوا لك وتقول برافو برافو برافو، انت راه معافش. واش انا ما دوزت لسين ديال الدبابه؟ واش انا عندي الكرول؟ واش عندي؟ واش انا والد الاولاد ولا المشاش؟ وراه الدوله الا بغات من غدا تجيبك مالي انا ما عنديش. اذا نتجاوزوا هذا النقاش. اذا راه كيهضرونا القناعات والحب ديال البلاد والاخلاق وبغينا نقاومه، سهلا هزت انا غيطه ومشي في اتجاه نصنع واحد القوميه ونصنع واحد الخطاب قومي. ولكن كنخون الله والرسول والملك والوطن. راه الناس كيخونوا الوطن اخوتي المغاربه، عدد من المغاربه كيتشبقوا بالملكيه والوطن والله ما عدا مصالحهم. قسما ورب العزه بنادم منافق بزاف. احنا بالعكس، احنا ماشي منافقين، حيت المنافقين باينين والوطنيين باينين. شعيب عبد الله لا تعالى وهضر في هذا الملفات دابا مالي انا صعصع زعما عاجبني جيمات الادسنس. الادسنس راه كيديروا الناس عب، نقول شي كلمه عب تخربيق، نبقى نجيب لكم انا جوج المليون ديال الادسنس. كون بغيت ندير داك الشيء ديال الادسنس، كون الادسنس والفلوس والمشاهدات واللايكات، ديك الهضره ديال 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 اش ديال الواد الحار اللي كيكون عندهم الغيص في الراس. الادسنس مشاهدات لايكات تتحلف لهم معاك، كتزمتهم وكتجرحهم وكتقلتهم، كيلقى من يشدك من ضيف تقول لايكات مش اي انسان بغى يطلع البوبا يطلع القناه ديالو يطلع. شوف على بشار يا اخوتي المغرب، انا كنناقشوا معكم اخوتي المغرب. فرنسا انت معاهم صراع، يلا نحبسوا. لا خويا، راه فرنسا راه السفراء راه الوزراء عندهم حسابات بنكيه في فرنسا. ما تضحكش عليا انا، انا ما تقولونيش. نهار اللي نشوفك سحبتي الاموال ديالك من فرنسا الابناك، نهار اللي نشوفك فتحتي الملف ديال الجرائم فرنسا في البرلمان، لعبوا العار عليك لازم تهضرت. اوي غنقول تما النقاش جدي. اما انا ما كاين والو مع فرنسا، غير مناوشات سياسيه، سفير حبسوا سفير كذا، كل يوم هنا كل عادي كتقع بين جميع الدول وتستمر الحياه. ولكن انت باغي ديرها ليا ذريعه باش انا نسكت؟ علاش بحال دوك الجوج اللي كيكون هذا كيضرب بالقرطاس والعدو كيضربني بالقرطاس؟ انا وصاحبي، انا صاحبي بغيت يدوز، راه ما يمكنش اي صاحبي تم غادي والعدو كيضرب بالقرطاس يقتلو. خصني نوقف نبقى باش ديك اللحظه صاحبي يدوز كنديروا الغطاء في الحرب حتى كيمصلي. نفس العمليه، انا نبقى فرنسا فرنسا المانيا المانيا، ديك السي كدوز المشروع القانون ديال الاطار غير المشروع ما كنهضرش عليه، الترسيم الامازيغيه فين مشى كاع ما كنهضر عليه، المخطط الاخضر ما كنفتح صفحته، كيفاش تعتقل الزفزافي ما كنجبدهاش، كيفاش ظروف اعتقال ومحاكمه 24 ما نبقاش نهضر عليها، كيفاش زيان. هذا هو الهدف، كيتعطل النقاش الحقوقي والسياسي والاقتصادي. سامحونا نحن في المعركه القوميه كاينه دائما، وفرنسا عمرها ما حبست الدسائسات تجاهنا، وفرنسا دائما كانت تكي. فوكاش فرنسا كنا كنبغيوها حتى اليوم عاد ولات هاد فرنسا هذيك. ولا كانت فرنسا حنا كنقول لكم فتحوا ملفات الاعتداءات ديالها وحبسوا لنا الجنسيات، وزراء عندهم جنسيات
ولا باغي تواجهوا فرنسا ماشي بلادنا كيشري السر ديال المزلوط ب 20 درهم، رخفوا لنا المعيشه. فرنسا راه دعمت المحروقات الشعب ديالها، هاد خونا هذا عا كيجمع في الثروات هنايا، ما عرف قال لك ضرب شي 900 مليون دولار هو ودوك الشركات المحروقات ديالو. ودازت نسبه الارباح تحققت في هاد السنه ديال 900 مليون. وقول له دعم لها ناسي اخلوش دعم لها تما نحس فرنسا كدعم ولادها وشعبها. فرنسا خايبه معانا، خايبه معانا، حنا خايبين معانا مع ولادنا. ها الفرق بينات، انا الصاب ديالنا يكونوا خايبين مع فرنسا، لا هما ما خايبينش مع فرنسا، خايبين معنا احنا. فرنسا خايبه ولكن مع من؟ مع شعوب اخرى، مع الاجنبي. وعلاش فرنسا ما كتشوفش الصحافي في الحبس وحنا كنشدوهم؟ وهنا نتغير، وهنا تكون عندنا النفس. ما رضاش، خصنا نتباهاو على الفرنسيين في القيم، في الملفات الحقوقيه، في الاقتصاد، في التطور. ما رضاوش وما شدوش المساعدات، ونكونوا قويين. اجي انت عندك جنسيه فرنسيه، انا فرنسا دايره لي هاد البلبله برا الارض، حدك جنسيه فرنسيه، انت عندك جنسيه فرنسيه، انت خرج من الحكومه هذيك. واش تبارك على الجنسيه الفرنسيه؟ ولادك فرنسا والثروات فرنسا، وتجي تضحك على البداوي راه فرنسا الا فرنسا. باش انا نسكت باش ما نهضرلكش على المعتقلين دوزوا حبيس على خاطرهم باش هذاك المعيشه ما هضرش عليها، هذا هو المخطط. اذا هذه هي القصه اخوتي المغاربه. البعض يحاول يوهمنا على اننا وضعنا جيد وجميل جدا، والبعض كيبغي يقول لنا قلنا سمحوا لنا راه كاينه شي قضايا اخرى وهالوم مجر. حنا تاريخيا في هذه الدوله السعيده كل ما كيطرح النقاش ديال البناء وكنبداو نخدموا او لا اي تقارب ما بين يعني القوى ديال الاصلاح ولا اي حاجه كتدخل لنا شي فزاعه من الفزاعات. اليوم ولاتنا هذه الفزاعه ولا هذا الابداع ديالنا حنا في مواجهه القوى العظمى، ولا العالم كله كيدابز والعالم كله كيتحرك على مصالحه. بغينا نواجهوا القوى العظمى غنواجهوها بالبناء الداخلي. خصنا نبنيو بلادنا، نبنيو اقتصادنا، نبنيو شبابنا، نبنيو مستشفياتنا، نبنيو مدارسنا، نبنيو محاكمنا على العدل والمساواة. نساويو بالجغرافي ديال عباد الله، نحيدوا المكاريب. سمحوا لي على هذا المصطلح، ديك المرأة قالتها بلغتها، قالت لك حيدوا علينا المكاريب. حيدوا علينا الوسخ، حيدوا علينا المكاريب، حيدوا علينا باك صاحبي. المكاريب خصها تحيد اخوتي المغاربة. صدقوني يا اخوتي المغاربه راه المكاريب خاصها تحيد. اما حنا هاد العمليه ديال انا راه ما نبقاش عاد نعاود انا شكون اخوتي المغاربه، راه الملكيه ما واقفه لا عليا ولا على شي واحد اخر. الملكيه عندها شرعيات تاريخيه راه قلتها 7000 مره. لاحظوا بعض المجرمين اما يجبدوك مع الملكيه اما الصحراء. شحال تقاتلنا على الصحراء، شحال هضرنا على الصحراء. والصحراء دابا انا درت فيديو ولا ما درتوش تسوق لي الصحراء. الصحراء موقفها الجيش وموقفها المؤسسات والجندارم والاجهزه ومالي الحال والجواد والملكيه. حنا غير كنساهموا، واحد يدير لك صفحه ويقول لك انا راه كندافع على الصحراء، انا انت داير الصفحه باش تقوم في وتجمع عباد الله، والهدف الاخر هو تواجه الاصوات الداخليه. هذا مخطط خطير اخوتي ديك من الافواه. واش اخوتي كون كان حنا عندنا سوء النيه هذا الانسان اللي قبلتكم، انا غنشدك بيكاسوس ميل فخاوي وتخربيقه ما كنقولهاش بالتبيضيق، كنعرفش كنقول ميل فون تافيهون تافيه لا اساس لهما الصحه، وفرنسا تستعملوا غير باش تبغي تلوي الدراع ديالنا، ماشي تما المشكل، انا عايق به. ولكن كنقول لكم احنا وقعت عندنا سوء النيه، مشيت لبيكاسوس ولا تصنتوا عليا وتليفوني ومول الدبابات وخلقكم نقاش عبر الخوعه بالكذوب، ولكن ماشي اخلاقي. Et donc les enquêtes citent notamment les cas des journalistes Omar Radi, Taoufik Bouacharin et Hamid El Madawi. لو كان عندنا سوء النيه دوزنا الحبس وتظلم عليك باغي ندير فيها البوس، مشي نجبد لك انا نقول لك هذاك ياسين المنصوري وهاد الهضره ديال المصيبه الكحله، الهضره ديال الخوى الخاوي، ولكن ما بغيناش ندخلوا لهذا النقاش الخاوي لعدد من الاعتبارات. لا نملك ملف، السيد كيتحرك برا ربما عنده اعداء، اكثر من هذا حتى لا خلق شي جماعات ضغط وبغى يدافع علينا. دابا انا شنو غندير؟ غنجي نجبد عليه فيديو غنضعفوا لي فائده من اشنو غنربح اخوتي المغاربه؟ لو كان عندنا حنا زعما هاد السوء النيه كل نهار نتبلاصاو. ديك المره الملك كنهضروا على الدواء، الملك ما يوقفش عليا ولا يعرفني واش فوق الارض ولا تحت الارض، ماشي تما المشكل. ولكن انا غنجي ونواجه واحد الاصوات، الملك علاش برا علاش ماشي برا، ونقول الملك راه كان مريض ومن حقه، والملك راه ممكن يسير البلاد وهو من برا، وراه يقدر يكون مع الملك هنا ها ويكون معاك هنا كاع مثلا وما يدير حتى شي حاجه. ماشي محدد كاين، هذا نقاش شكلي تافه بحال ديال مالك مزغب، بمعنى كنا كنوعاو هاد الحويجات. ولكن اخوتي المغاربه ملي نبداو نعيقوا ونشوفوا شي حويجات ماشي هي هذيك، ونشوفوا الناس كيلتفوا على النقاش الحقيقي، وشوفوا الناس باقا في الحباسات والناس بغوش يحلوا المشاكل، والاستاذ على وجه فرنسا رخفوا لنا السردين، رخفوا لنا السلعه، هبطوا لنا الاسعار، زيدوا في الاجور، هما لي الفلوس، الحاكمه لاباس عليكم؟ ياك البلاد كتمر بضائقه وبتهديد وكذا، ايوا تنازلوا لخيو الثروه شويه وعيشوا شعبكم، اعطيو دوروا الفلوس، دوروا الناعوره، زيدوا في الاجور، حسنوا الاوضاع ديال عباد الله. الصحفيين ايه الصحفيين يحتاجون الاجور مساكن، ظروفهم هشه. ولكن علاش بدا بالصحفيين اجورهم دابا بالضبط وقطاعات اخرى؟ ولا باش ما يهضروش ولا؟
علاش زعما شنو دابا علاش خصهم يتزاد لهم صحابي هو من حقهم، ولكن لماذا الان وعلاش ماشي قطاعات اخرى؟ من حقي انا كسوق انا انتمي للجسم، ولكني كنطرح اسئله كنرى الناس بزاف كيعانيو. اذا باش نواجهوا فرنسا خص عدد من الاجراءات. هل بغيتوا نواجهوا فرنسا؟ اول حاجه يتخذ اجراءات حقيقيه من طرف ماسكي الثروه في المغرب. تبان كيما دار في كورونا واجهنا كيواجهنا خطر، بغيتوا نبنيو بلاد حنا معاكم، وديروا لنا شي اجراء في المجال الاجتماعي. حط الثروه السياسي اخنو شو ارباع ديالكم ولا باس عليكم، حطوها في الصندوق ورصدوها، هذا اجراء واعر. دير لنا سيدي البرلمان المغربي افتح لي الاعتداءات ديال الاستعمار ديال الجرائم الفرنسيه والغازات السامه، ديروا لنا اجراء هنا وديروا لنا كذا وطلقوا لنا عباد الله من الحباسات، ديروا لنا شي حاجه. يستمر الاعتقال، يستمر الغلاء، يستمر الوزراء في اللي عندهم الجنسيات في الجنسيه الفرنسيه، ويستمر الوزراء يعني كيدعموا القطاع الخاص كتلقاه وزير وكيدعم الشركه ديالو، ويستمر النهب ويستمر يعني الظلم. وفرنسا ونحن في مواجهه فرنسا اخوتي المغاربة، الشيء راه زعما لم يعد مقبولا. كنتمنى الناس يتسع صدره، كنتمنى يفهموا الناس بان هذه البلاد والله ما غيحلوا لها مشاكلها اولادها، راه ميل في الصحراء ولا سبته ومديريا ولا الفقر ولا، والله ما غيتحل الا في اطار الملكيه والشعب والمؤسسات الدستوريه. راه ما كاين لا فرنسا ولا ذاك الصراع، شي خوي الخاوي غير خوه غير خوي الخاوي بالنسبه لي انا. راه فرنسا جالسه، راه الجيش، راه العلاقات، راه شركه بيجو حبست، ستروين حبست، سوسيتي جينيرال حبست، شفتوا شي صاحب شي شركه راه ملوضين فين الخلع عليه فرنسا والقيامه. دابا اجي اخوتي المغاربه قارنوا الصفحات الفيسبوكيه النقاش اللي كاين على فرنسا، قارنوه بالواقع الاقتصادي والعلاقات التجاريه مستمره، ما كاين حتى شي مشكل. كاينه جفاف على المستوى الدبلوماسي، ولكن مني انا لا ما قصيليش الجيب الفلوس، الاقتصاد كنحس باقي ما كاين والو، اقتصاد زال عندك الشيء الاخر غير مناوشات عاديه كباقي المناوشات. اذا علاش باغي انت تستغل مناوشات عاديه باش تسكت الصحفيين وتفلت من الحساب والمساءله ومن اداء مستحقات الانتقال الديمقراطي؟ وهنا فين كيبان ماشي تسكتونا دابا باش ما نهضروش، لا خصنا نهضروا دائما. من يكون الحرب وتكون شي اواه، ما كاين لا حرب لا قرطاس، الوزير عنده جنسيه الفرنسيه، مرته عندها جنسيه فرنسيه، ولاد الوزير كيقراو في فرنسا، حساب البنكي للوزير في فرنسا. ولا يا بالك باغي دير لي شنو باغي كيفاش دوخ لي ولا نضحكوا عليه، نضحكوا عليه الاستاذ العزيز ولا. كنتمنى اخوتي المغاربه تكون وصلت الرسائل، كنشكركم والى اللقاء.